كما أكد رئيس الوزراء أن بعض المصارف الأهلية وشركات الصرافة والتجار يتلاعبون بالسعر الرسمي للدولار، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار الحالي في الأسواق هو سعر المضاربين بالعملة. نتابع. طبعا هناك مشاكل، واحدة منها اللي هي تتعلق بالإصلاحات في القطاع المصرفي، أنا أسميها الإصلاحات في القطاع المصرفي والنقدي والمالي. سعر الدولار هذا سعر المضاربين، هذا سعر الجهات اللي ترفض الذهاب إلى السعر الرسمي، ولا أنت جنابك روح لهذا اللي يدور على الدولار الموازي أو للمضاربين، سئلة قلت دولار رسمي تعال أنا أعطيك 1320 من المصارف الحكومية والأهلية. هذه مسيرة تحتاج جملة من الإجراءات، وإحنا مستمرين بالعمل سواء كان ما يتعلق بإجراءات داخل البنك المركزي الذي نحافظ على استقلاليته، لكن إحنا داعمين له.